السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا جماعة في فيديو جديد مع منتج جديد. المنتج ده منتج بودرة لحام الفضة والنحاس والاستانلس. البودرة دي يا جماعة بتستخدم للحام الرادياترات النحاسية أو سربنتينات السخانات النحاسية أو مواسير التكييفات النحاسية اللي بتتلحم بسبيكة الفضة أو مواسير الثلاجات. مواسير الثلاجات بتتلحم، ده بودرة لحام فلكس عالي الجودة وفائق الجودة يا جماعة. ده أفضل منتج موجود، أفضل من أي منتج مستورد. ده منتج مصري 100%. الجودة بتاعته عالية. بتقدر تاخد جودة لحام لسربنتينات النحاس مثلا بتاعت السخانات بسبيكة الفضة بأعلى جودة. ده منتج العبوة 65 جرام وفي عبوة نص كيلو. المنتج ده يا جماعة منتج خصيصا للحام. المنتج اسمه بوندي. المنتج ده اسمه بوندي، متوافر بكميات بعبوتين. العبوة الاولى 65 جرام، العبوة الثانية بوزن نص كيلو. المنتج ده بيتميز عن اي منتج تاني ان هو بيطهر وبيساعد على اللحام بشكل سريع جدا وشكل فائق الجودة. هنفتح دلوقتي العبوة مع بعض نبص عليها. نيجي نبص العبوة، ادي العبوة اهي، عبوة بوندي تمام. هنفتح العبوة كده مع بعض عشان نشوف البودرة. العبوة متبرشمة علشان الرطوبة. العبوة بتجيلك متبرشمة علشان الرطوبة اهي. ده معزولة تماما عن الهواء الجوي علشان المنتج ما ياخدش رطوبة. هنفتح العبوة دلوقتي، هنفتح البرشامة. اهي تمام، فتحنا البرشامة بتاعت العبوة يا جماعة. ده منتج بودرة اللحام اللي اتكلمنا عليها. بودرة فائقة الجودة. تقدر تحصل عليها لو عندك ورشة ريداتير او عندك ورشة تصليح سخانات او بوتاجازات، قصدي سخانات او تكييفات او تلاجات. البودرة زي ما قلنا بتلحم سبايك، بتلحم النحاس والاستانلس، النحاس والاستانلس والفضة. تقدر تلحم بيها السربنتينة، النحاس الخاصة بالسخانات، بسبيكة الفضة. بتقدر تلحم بيها أي استانلس، بتقدر تلحم بيها أي ريديتير نحاس خاص بالسيارة. الجودة عالية وزي ما قلنا، والأسعار تنافسية وأفضل من أي منتج مستورد إن شاء الله. في النهاية بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.